بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. هل الخلاف الطائفي قدر مستمر إلى يوم القيامة أم يمكن القضاء عليه وكيف؟ كتب الأخ نجم الزوكي، يقول في رسالة له إلي، يرد علي: أنا دائما أقول أن الخلاف الطائفي وهم الآن، وهو زال أو سيزول بين السنة والشيعة. فهو يرد علي ويقول: من قال أن الخلاف زال أو سيزول بين السنة والشيعة؟ من قال الآن وبعد 1400 سنة زال الاختلاف بين المذاهب بعضها البعض الآخر، وخاصة بين مذاهب جمهور المسلمين وبين مذهب أهل البيت؟ من قال ذلك يا أحمد الكاتب؟ الاختلافات قائمة لحد الآن، وهي باقية مع بقاء الدهر، حيث تصل إلى إراقة الدماء وسجن المخالفين وحرق الكتب والمكتبات وإلقائها في نهر دجلة. حدث ولا حرج، فمن أين بعد زال هذا الاختلاف يا أحمد الكاتب؟ وعلى من تضحك بهذا الكلام الذي ليس له أي اعتبار من الصحة من خلال كل الوقائع التي مرت بنا في العراق وسوريا والبحرين ومملكة آل سعود؟ هل أنت تعتقد بكلامك هذا أم هي لحاجة في نفس يعقوب؟ والله شاهد ورقيب، أطلب حاجتك من الله ولا تركن إلى الطغاة يا رجل. قل كلمة الحق ولا تبخل وتلين لأعداء الله، واتق الله فالله يمكر وهو خير الماكرين. رسالة بها يعني غير دقيقة بالحقيقة. قلت له: الأخي العزيز نجم، لم أقل ما قلت عبثا أو رجما بالغيب، وإنما بناء على قراءة الفكر الشيعي قراءة معمقة ودراسة عوامل الخلاف بين السنة والشيعة دراسة متأنية، وقد سجلتها في كتابي هذا اللي هو لماذا تفرق المسلمون، الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي، حيث وجدت في تلك الدراسة التي دامت سنوات في الحقيقة، وهذا الكتاب حوالي 420 صفحة، وجدت أن جوهر الخلاف بين السنة والشيعة هو حول الإمام، يعني حول الحكم والخلافة، وهل هي في آل البيت أم شورى بين عامة المسلمين، وأن ذلك الخلاف كما وصلت إلى هذه النتيجة أن ذلك الخلاف أصبح من التاريخ السحيق، وذلك لأن عامة المسلمين اليوم مما يسمى بالسنة والشيعة يؤمنون بالشورى والديمقراطية، ولا وجود لأئمة أهل البيت ولا العباسيين ولا الأمويين. وأما ما تبقى من خلاف بين السنة والشيعة فإنما هو في القشور والطقوس والقضايا التاريخية البائدة، القراءات التاريخية، وإلا فإن السنة والشيعة اليوم يعيشون في وحدة حقيقية بنسبة 90% في ظل الأنظمة الديمقراطية. الأخ يعني يبدو شوية متحامل علينا، أنه يعني إذا احنا قلنا أن الخلاف غير موجود وهو زائل، فهل في ذلك مثلا خدمة للطغاة؟ حتى يقول: اطلب حاجتك من الله ولا ترك إلى الطغاة. يعني هل إذا دعونا إلى الوحدة الإسلامية وإلى الحرية والتحرر من الطغاة نحن نركن إلى الطغاة أو نلين في بيان كلمة الحق مثلا ونميل إلى أعداء الدين؟ هذا الكلام لا يصدر طبعا. بعض الناس المتطرفين من السنة والشيعة يقولون أصلا دينان، السنة والشيعة ليس مذهبان وإنما دينان،
واحد يكفر الثاني بالحقيقة. وهؤلاء يعني حسب دراستي التي دامت سنوات حول هذا الموضوع، أن ما هي أسباب الخلاف بين المسلمين، وجدت أن أكثر الناس حتى من يسمون بالعلماء والمشايخ والمراجع أو المثقفين لا يدرسوا، لا يدرسون ولم يدرسوا الخلاف التاريخي السياسي من جذوره، وإنما عندهم تصورات معينة ويعتقدون أن هذه هي 100% صحيحة وأصبحت عقائد. وهناك كثير من الإشاعات والخرافات والأساطير دخلت في هذه المذاهب وأصبحت عقيدة عند الناس. الناس عندما تسألهم الآن مثلا تعتقدون بالأئمة الاثنى عشر والإمام الثاني عشر، هل عرفتم كيف تطورت هذه الفكرة وانتشرت وصارت مثلا؟ كان في فترة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة في سامراء في غموض وفي حيرة، لأنه لم يتحدث لا عن مصير الإمامة ولا يتحدث عن وجود ولد له، فوقع الشيعة في حيرة. ثم قال بعض الناس بأنه يوجد لديه ولد بالسر. طبعا تفرق الشيعة، شيعة الحسن العسكري إلى 14 فرقة ورأي ونظرية، وكل واحد صار يبتدع من نفسه في الكلام. فإلى أن قال بعض أصحاب الإمام العسكري بأنه عنده ولد في السر وعمره 5 سنين ونحن على اتصال به، وبقوا يقولون هالكلام حوالي 70 سنة. الشيعة قالوا ممكن احتمال يعني يكون عنده ولد، بعض الشيعة صدقوا. بعد 70 سنة طبعا عامة الناس قالوا يعني إذا كان موجود كان ظهر خلال هال70 سنة، لماذا لم نرى له أي أثر؟ فتركوا هاي النظرية، ثم أعيد إحياؤها بعد فترة. يعني لا أنا لست أنا الذي أقول ذلك، وإنما كبار محدثي وعلماء الشيعة الاثنى عشرية يقولون، عندنا كتابيا يشهدان بذلك في أواسط القرن الرابع الهجري، كتاب الغيبة للنعماني محمد بن أبي زينب النعماني، وكتاب كمال الدين وإتمام النعمة اللي بعده إجا تقريبا معاصر إلا ولكن توفي وراء 40 سنة في سنة 381، في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة يحكي وينقل حتى الكليني بالحقيقة بالكافي، كتاب الكافي أيضا ينقل بعض الأحاديث التي تشير إلى انفضاض الناس عن هذه الفكرة أو هذه العقيدة، ركبوا أحاديث عليها. يعني أنه في أحاديث قديمة تقول الناس سوف يسخرون ويستهزئون ويبطلون ويرفضون هذه العقيدة، وهذا كان يحكون الأجواء اللي كانت قائمة في تلك الأيام. فنظرية الإمامة أصبحت عقيدة أيضا عن بعض الناس، ولكن لم يبحثوا، حتى أنا وجدت علماء كبار مثل السيد الخوئي مثلا لم يبحث في نشوء نظرية الإمامة وكيف نشأت وعلى ماذا اعتمدت، وهل النصوص التي رويت فيما بعد هل كانت صحيحة أو كانت مزورة أو كانت، لم يبحثوا في هذه الأمور، فلذلك اعتبروها مسلمات. بينما هم لو واحد درس التاريخ الشيعي يجد أنه كان في جدل حول النصوص وحول الوصايا وحول العلم، علم الأئمة، وحول أعمارهم وحول قضايا كثيرة كانت تتحدى هذه النظرية، وهي قامت على بعض الادعاءات بالمعاجز وعلم الغيب وما شابه، لهذه أشياء مو منطقية في الإسلام. يعني لا يوجد أحد يقترح أو يأتي بمعاجز، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمعجزة غير القرآن، أو يقولون الأئمة يعلمون الغيب ولذلك هم أصبحوا أئمة. فإذا احنا ناقشنا في هذه الأمور
بالمعاجز التي تروى لإثبات إمامتهم، ورفضنا منطق المعاجز، رفضنا منطق علم الغيب، فلا يوجد دليل على الأئمة أنهم أئمة من الله وأنهم لهم مكانة خاصة. علماء كانوا، علماء أبرار، هذه النظرية كانت أيضا موجودة عند الشيعة الإمامية. المهم، هذه الشيعة، نظرية الشيعة يعني الإمامية بالذات، الشيعة التشيع السياسي للولاء لأئمة أهل البيت أو للإمام علي مثلا بالذات في البداية، طيب مع وفاة الإمام علي واستشهاده لا يبقى معنى لمشايعته، لأنه بعدما تنازل الإمام الحسن عن الخلافة دعا عامة الشيعة إلى مبايعة معاوية، وأصبحوا أمة واحدة، و يعني عامل سنة والجماعة كما يقولون، عامل الجماعة بعدما تنازل الإمام الحسن عن الخلافة. فانتهى التشيع مع عهد معاوية، انتهى التشيع، ثم ولد من جديد مع مثلا ثورة الإمام الحسين. كان هناك ناس شايعوا الحسين أو شايعوا زيد بن علي أو شايعوا الإمام الصادق أو الباقر أو كذا، فولدت حركات عديدة بعد ذلك حملت لك اسم الشيعة أو لقب الشيعة، وهي تختلف تماما عن التشيع السياسي الذي كان للإمام علي بن أبي طالب. ثم عموما كل الحركات، كل الفئات، كل الأحزاب الشيعية انتهت، يعني بعد قرون من الزمن انتهت، وبقيت آثارها، بقيت مثلا بعض الكتب وبعض الأحاديث التي تروى عن الأئمة. الشيعة الاثنى عشرية ولدوا في القرن الرابع الهجري على أساس حديث أخذوا من السنة، وكان للخلفاء العباسيين دور في صناعة هذا المذهب الاثنى عشري، وكذلك للبويهيين، الحكام البويهيين الذين حكموا في الدولة العباسية في ظل الدولة العباسية في القرن الرابع والخامس الهجري، هؤلاء كان لهم دور أيضا في صناعة المذهب البويهي، المذهب الاثنى عشري. ألف سنة كانوا يقولون يجب أن ننتظر هذا الإمام الغائب، الإمام الثاني عشر، ومثلا يحرمون إقامة الدولة في عصر الغيبة والثورة والمقاومة وكل شيء. الآن الشيعة يعيشون تطور جديد، تطور جذري، تخلوا في هذا التطور، في هذه المرحلة، عن الشروط التعجيزية والصعبة والمثالية والخيالية في الحكام، أن نحن لا نقبل بأي حاكم يأتينا إلا أن يكون معصوم أو يكون معين من قبل الله. هذا شيء ما ممكن وما موجود ولم يوجد في التاريخ. بعد النبي لم يوجد أحد عينه الله أو مثلا كان معصوما أو كان كذا، نظرية فقط، هي نظرية مثالية خيالية. الآن الشيعة يقولون بالشورى، يقولون بولاية الفقيه، يقولون بالديمقراطية، عندهم حركات مقاومة، عندهم أحزاب سياسية، فلم يعودوا شيعة على المفهوم الاثنى عشري أو الإمامي. يحبون أهل البيت، وحب أهل البيت موجود عند كل المسلمين، لا خلاف حول حب أهل البيت والاقتداء بهم، على الأقل يعتبرون علماء أبرار، علماء صالحين، قدوات يقتدون بهم. فإذا في الحقيقة الخلاف الجوهري الذي كان في القرون الأولى بين بعض الأحزاب الشيعية وبين بقية المسلمين كان يدور حول الحكم ونظام الحكم يعني لمن الحكم وما إلى ذلك، وهذا انتهى. حتى كلمة يعني إذا أجينا على الجانب السني، الجانب السني كانوا الجيل الأول الإسلامي، جيل الصحابة والتابعين، كان يؤمن بالشورى، يؤمن بحق الأمة بانتخاب الإمام وبانتقاد الإمام وأمر بالمعروف نهي عن المنكر، كانت أقرب إلى روح الإسلام. بعد ذلك سيطر الأمويون وجاءوا بالحكم الوراثي العسكري، أنه بالقوة هم سيطروا وورث الحكم إلى أبنائهم واحدا بعد واحد. ثم جاء العباسيون وساروا على دربهم وعلى
طريقتهم. ولدت مذاهب فقهية في القرن الثاني والقرن الثالث بناء على بعض الأحاديث. تميزت هذه المذاهب، المذهب الحنفي مثلا كان أقرب إلى العقل وأبعد من الأحاديث، أخبار الأحاد أو الأحاديث الضعيفة. المذهب الحنبلي لا، كان مثلا أبعد عن العقل وأقرب إلى متمسك ومتشبث بأي حديث يجي مثلا، يعني حسب بعد تصحيحه مثلا، ولكنه يتوسع. المذهب الشافعي، المذهب المالكي بالوسط بين المذهب الحنفي وبين المذهب الحنبلي، والمعتزلة أيضا كانوا هم مختلطين مع الأحناف مثلا. ثم حدثت يعني كانت صراعات أيضا موجودة بين المذاهب التي تسمى سنية أو التي سميت فيما بعد. المذهب السني كان يطلق على المذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي كان يسمى مذهب السني، والمذهب السني كان يرفض المذهب الحنفي، يعني تماما في صراع وفي معركة مع الحنفي. بين الشافعية والحنابلة والأحناف أيضا كانت صراعات موجودة في القرن الثالث وفي القرن الرابع، إلى أن جاء أحد الخلفاء العباسيين في أيام الصراع مع الفاطميين، وهو الخليفة القادر بالله، تولى الخلافة في ظل السيطرة البويهية سنة 381. فهذا الخليفة شعر أنه مركز الخلافة ضعيف في مقابل البويهيين الذين يسيطرون على الدولة، وأيضا كان هناك خطر امتداد الدولة الفاطمية إلى العراق، اقتربوا جدا من بغداد حتى. فهو عمل خطة لمقاومة هذا المد الفاطمي أو الشيعي أو يعني المعارض له، فجمع المذاهب الفقهية السنية في إطار واحد جديد أطلق عليه أهل السنة والجماعة، الخليفة القادر بالله في نهاية القرن الرابع الهجري وربما بداية الخامس، فأصدر البيان القادري، يسمى البيان القادري، حدد عقيدته والعقيدة اللي نشرها في صلاة الجمعة وفي المشايخ والمدارس والعلماء، وهي أقرب إلى العقيدة الحنبلية، حتى أنه استتاب القضاة الأحناف أنه إذا تدخلون في إطار السنة يجب أن تتوبوا إلى الله، استتاب الأحناف، وكذلك المعتزلة طبعا أيضا استتابهم. وتشكل ما يسمى بالمذهب السني اللي يضم أربع مذاهب، ولا كانت مذاهب أخرى موجودة، المذهب الظاهري، المذاهب الأخرى كانت موجودة ولكن كانت منقرضة أو ميتة أو قليلة، حتى أنه كاد يضم المذهب الاثنى عشري الوليد في تلك الأيام، وليد في زمنه كان يريد أن يضم إلى المذهب السني، وكانت محاولات ولكنه كان أتباعه قليلين جدا، وكان في شوية بعض المشاكل، فلذلك تلكأ في ذلك. فالمهم هذه كانت خلافات سياسية قديمة محورها العباسيين والعلويين في مقابلهم، سواء في الدولة الفاطمية أو في الدول الزيدية التي قامت أيضا حركات عديدة قامت على فكر سياسي معين يستمد الشرعية من مثلا حديث الأترة، أنه أني تارككم فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي، الأترة هم العباسيين أو العلويين، كان صراع على هاي الكلمة. الآن الفكر السياسي الإسلامي عموما في كل البلاد الإسلامية إلا ما شد وندر يقوم على حق الأمة في اختيار الإمام، على الفكر الديمقراطي يعني، أو فكر الشورى المتطورة بصورة ديمقراطية. السنة والشيعة يشوفون بلاد مثلا كلها جمهورية، جمهورية تركية، جمهورية العراقية، جمهورية إيرانية،
الجمهورية المصرية، الجمهورية التونسية، يعني صار نوع من عهد جديد وعصر جديد تجاوزنا في ذلك الخلاف الطائفي التاريخي القديم، وليس مقدرا لنا أن نستمر في هذا الخلاف إلى يوم القيامة. صحيح يمكن في بعض البلاد بعض المتطرفين، أحداث سياسية، انقلابات سياسية، تطورات تصير في بلد معين تعود الخلافات التاريخية للنهوض مرة ثانية، أو هناك قوى مثلا إقليمية ومحلية ودولية تحاول أن تستفز هذه الفرق الباقية الوهمية فتنفخ فيها الروح وتنفخ الفتنة حتى تسيطر وحتى تحكم، سواء كان حكام مستبدين أو قوى استعمارية تفرق بين المسلمين وتثير هذه النزاعات. وإلا لو درسنا احنا بعمق وبصورة علمية لرأينا أن هذه الخلافات خلافات وهمية، الآن أصبحت لم تعد خلافات حقيقية، لأنه لا يوجد لا أهل البيت ولا عباسيين ولا أمويين، توجد شعوب فقط، شعوب قائمة. طبعا بعض المميزات، بعض الملامح اللي متطورة عبر الزمن في هذا المذهب أو ذاك، يعني يظل واحد يقول ها نحن شيعة أو نحن سنة أو كذا، وإلا عامة الناس في هذه القضية الرئيسية لا يختلفون، متفقون على النظام السياسي الديمقراطي. وتبقى المسائل الجزئية، المسائل الفقهية، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف، هذه مسائل فردية وجزئية وبسيطة، وهي موجودة هذه الخلافات حتى في داخل كل مذهب. هناك فرق، يعني كل مجتهد عنده مدرسة ومدارس مختلفة ونظريات مختلفة، هذه لا تشكل هوية جديدة، ولا يعني أن الصراع سوف يستمر بين الشيعة والسنة، لأنه في الحقيقة لو نظرنا إلى الدول الشيعية والسنية، ما يسمى بالشيعية والسنية، لا رأينا أن في كل دولة وفي كل طائفة هناك صراعات سياسية أيضا قوية، الآن لا تقوم على أساس الطائفة أو على أساس الدين، صراعات سياسية بين هذا الحزب وبين ذاك، بين هالجماعة وذيك الجماعة، وكل بلد فيه عشرات الأحزاب المتصارعة ربما سلميا أو عسكريا، يعني صراع سياسي عبر الانتخابات الديمقراطية أو صراعات عسكرية، يعني انقلابات واستخدام الجيش واستخدام القوة في فرض مثلا بعض الآراء أو بعض التوجهات. فإذا هناك تقدم في الحقيقة حاصل الآن في هذا العصر، العصر الديمقراطي، العصر الشعوب، الشعوب هي التي تحكم وتنتخب، وهناك أيضا طبعا مخلفات من الصراع القديم، هذه إن شاء الله تزول مع الزمن، وهناك صراعات حقيقية أخرى قائمة، صراعات طبقية، صراعات بين خونة وعملاء مثلا، وبين طبقات معينة، فئات معينة، بين الجيش وبين الشعب، بين كذا، في محاولات ردة وانتكاسة عن الديمقراطية أو عن تقدم الديمقراطية وعن الوحدة، يحاولون يفرقون الأمة. فنحن لا نستمع إلى هذه الآراء الشاذة والمحاولات الخبيثة لتفريق المسلمين. إذن نحن ندعو إلى الوحدة، ندعو إلى العدل. إذا احنا طبقنا العدل والمساواة بين المسلمين في كل صعيد، ولا سيما في الصعيد الاقتصادي والصعيد السياسي، فلن تبقى هناك مشكلة. كما المسلمون يعيشون في بلاد أخرى غربية كافرة يوجد فيها حرية ويوجد فيها عدل، لا ترى أي شيء من الصراع بين هذه المكونات في المجتمع، لأنهم جميعا عايشين بسلام وبعدل وبمساواة. فإذا نحن طبقنا هذا الشيء في بلادنا، وإحنا يمكن مبدئيا نؤمن الآن، ولكن بعدنا شوية نحتاج إلى التطبيق الدقيق لهذه الشعارات وهذه المبادئ، سوف تزول هذه الخلافات التاريخية وتصبح من التاريخ، كما أن مثلا في بلاد الأوروبية أو الأمريكية أو الغربية عموما
كانت هناك صراعات مذهبية، كانت هناك صراعات طائفية، صراعات دينية، زالت الآن. العالم الغربي وضع كل تلك الصراعات وراء ظهره ويعيش المشكلات الحية الموجودة الآن، كيف يوفر العدالة والمساواة والحرية والقانون وسيادة القانون في هذه البلاد. كما أنه كانت هناك في الغرب ولا سيما في أمريكا مثلا التي قامت على استعباد ناس من أفريقيا، عشرات الملايين استعبدوهم وأخذوهم إلى أمريكا. فباقي الصراع العرقي موجود في الثقافة الأمريكية أو في المجتمع الأمريكي، ولكن هذا أيضا مع تطور المجتمع والتأكيد على المساواة والعدالة حتى هذا الخلاف يزول أو يخف أو يبقى شيء من التاريخ، ولا يصبح قضية. إذن الصراع العرقي يجب أن يبقى ليوم القيامة؟ لا أحد يقول بذلك. الصراع مثلا الطبقي يجب أن يبقى ليوم القيامة؟ لا أحد يقول ذلك. إذا احنا استطعنا ويجب أن نعمل بالحقيقة، كل واحد من عندنا، شعوبنا وأحزابنا ومجتمعاتنا، يجب أن تعمل من أجل تجاوز التاريخ والاهتمام ببناء الحاضر على أسس العدل والمساواة والحرية التي يأمر بها الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.